فاطمة كارمون، رئيسة تعاون أقسام سيتو المنتجات الطبيعية. التعاون مختصة في مجال ديال المنتجات المجالية بصفة عامة والأعشاب الطبية والعطرية بصفة خاصة. داخل التعاون كنحاولوا نخدموا على مجموعة من التجارب والأبحاث الدراسية، من بيناتها تجربة الزعفران كما كتشوفوا معنا، اللي هي تجربة ناجحة 100%. ومجموعة من العوامل اللي ساعدتنا باش ننجحوا هذه التجربة، بيناتها المناخ، تربة خصبة، وكذلك الموقع الجغرافي ديال التعاونية. الحمد لله كانت تجربة ناجحة كما كتشوفوا. ومراحل إنتاج ديال الزعفران الحر كتتم عن طريق ابتداء من الجني داخل الضيعة، ضروري في الصباح الباكر، من بعد كيتم النقل ديالها من داخل الوحدة من أجل التنقية ديال الزعفران، يعني كنحيدوا الشعيرات بوحديتها والوردة بوحديتها. من بعد كتجي مرحلة ديال التجفيف، واللي حنا غالبا كنحاولوا نعتمدوا على التجفيف اللي هو طبيعي، يعني غير بالهواء وأشعة الشمس، بس كنحافظوا على المكونات ديال الزعفران. ومن بعد كتجي مرحلة ديال التعبئة وكنخرجوها للسوق. والزعفران الحر كما كيعرفوا العالم اللي هو اغلى التوابل في العالم، لدرجة انه كيتسمى الذهب الاحمر، وذلك نظرا لفوائده العلاجية والتجميلية. كيف ما كتشوفوا معنا، هذا احنا في الضيعة ديال تعاونية اقسام تطوان قمنا بهذه التجربة ديال زراعة الزعفران، واللي الحمد هذا العام التالي على التوالي. بفضل الله ان وصلنا لواحد النتيجة اللي هي جد هامة، والحمد لله كنتمنى من هذه السكينة ديال الزرقاء او الجامعة بصفة عامة تعمم هذه الزراعة ديال الزعفران، اللي هو ما كيكلفش شي مجهود كبير غير الزراعة ديال البصيلات في الأرض وكتنقش عليه فقط. ونتمنى إن شاء الله الرحمن الرحيم هاد الناس ينتبهوا لهذه القضية، لأنه المناخ ديال هذه المنطقة ديال الزرقاء أو جامعة الزيتون بصفة عامة هو يعني يشبه من المناطق اللي كتزرع فيها هاد الزراعة ديال الزعفران. وشكرا. شكرا لكم أعزائنا زوار جريدة بريس تطوان على المتابعة، ولا تنسوا ضغط زر الإعجاب والاشتراك في القناة. للمزيد من الأخبار زورونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام.